على مستوى السوق السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.51% عند مستوى 10535 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 905 ملايين. وجاء سهم شركة الصناعات الكهربائية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.14% ليغلق عند 2.15 ريال. تلا سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني بنسبة 6.50% ليغلق عند 18.36 ريال. كما ارتفع سهم شركة كابلات الرياض بنسبة 6.17% عند 74 ريالا. بينما تصدر سهم شركة السعودية للأبحاث والإعلام قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.36% عند 138 ريالاً.